الحملة، حملة لقاح الكوليرا هي جزء من مكافحة وباء الكوليرا. الإصحاح البيئي والنظافة الشخصية عنوانين كبيرين للوقاية من الكوليرا. يأتي اللقاح هو مكمل. اللقاح يعطي مناعة لكن ليست 100%، وبالتالي لابد من الاهتمام بالحلقات الأخرى بالمكافحة. حملة اللقاح ستبدأ إن شاء الله في 7 من آذار في مناطق معرة مصرين، سرمدة، الدانة، أطمة، وإعزاز ومخيمات هذه المناطق. المستهدف هو كل الأشخاص بعمر فوق السنة. العدد المتوقع زائد طبعاً المنطقة اللي أضفناها مدينة حارم بعد الزلزال بسبب الخصوصية ووجود نهر حارم الملوث بمياه الصرف الصحي الذي تسقى منه المزروعات، فأضفنا مدينة حارم إلى الحملة. المستهدف هو بحدود 1,700,000 شخص بعمر فوق السنة. سيكون عندنا 1,417 فريق لقاح، كل فريق مؤلف من عنصرين. سيتم زيارة المنازل والأسواق والكراجات والمساجد والمشافي والمدارس لتلقيح كل الأشخاص المستهدفين. إن شاء الله لمدة 10 أيام عمل تبدأ في 7 آذار. تبدأ في 7 آذار وتستمر ل10 أيام هذه الحملة اللي رح تستهدف 1,700,000 شخص في معرة مصرين، سرمدة، الدانة، أطمع، زاز وأيضا حارم. لكن يعني كان في تحذيرات من يعني تفشي الإصابات وكان في وفيات جديدة بعد الزلزال، هل هذه المعلومات صحيحة؟ الحقيقة الآن الكوليرا ما بنحسن نقول يعني إلا أنه موجود. صحيح. يخشى عند ارتفاع حرارة الجو مع اقتراب الربيع والصيف أن تشتد هذه الحالات، وبالتالي سننفذ الحملة كجزء من مكافحة الوباء. إذن جزء من مكافحة الوباء وهي مقررة سابقا، لكن هلأ الكارثة الطبيعية سرعتها يمكن. نعم صحيح. طيب يعني دكتور ياسر، يعني دائما نحن كل ما بنحكي عن الكوليرا دائما بنقول نصائح، يعني ما بعرف قد ايه هلا النصائح اللي بدنا نقولها حتكون قابله للتطبيق من قبل الاهالي، وخاصه مع دمار يعني في المدن وانتشار بقع كبيره من المخيمات. لهيك يا ريت يعني ضمن المتاح لاهلنا في شمال سوريا وشمال غرب سوريا نرجع نذكرهم بنصائح قابله للتطبيق. تمام. النصائح العامة هي عدم سقاية المزروعات بمياه الصرف الصحي. السلطات القائمة على الأمر ينبغي أن تمنع ذلك، هي رقم 1. 2، القائمين على مياه الشرب، تفقد خطوط نقل مياه الشرب وكالورت مياه الشرب، ضروري جدا كالورت مياه الشرب أثناء الزلزال أو ما يتبعه من إزالة الردم أو ما آخره، قد يسبب كسر في خطوط الصرف الصحي أو مياه الشرب واختلاط المياه الشرب مع الصرف الصحي، هذا خطر جدا، على القائمين على الأمر أن ينتبهوا إلى ذلك. ما عدا ذلك على المستوى الأسرة والمستوى الشخصي، النظافة الشخصية، غسل اليدين ضروري جدا يقضي على نصف الخطر. غسل اليدين بالماء والصابون بعد التواليت، بعد الاعتناء بالطفل، قبل تحضير الطعام وقبل تناول الطعام. غسل الخضار بشكل جيد، نقعها بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 20 دقيقة أو بالبرمنجانات الصوديوم أو بالخل أو ملح الليمون، هذا يقضي على جرثومة الكوليرا إذا كانت موجودة. عدا ذلك الاهتمام بحفظ الأطعمة، يعني إذا كانت خارج البراد تغطيتها من الذباب، وعدم تناول الأطعمة خارج المنزل، أنا أنصح بذلك يعني، والاهتمام بالنظافة في المطاعم، على الجهات المعنية أن تراقب نظافة القائمين على العمل في المطاعم. هذا أهم التوصيات. أيضا بالنسبة للعلاج، أي شخص يصاب بالإسهال عليه أن يسارع إلى طلب المشورة الصحية، لأن الكوليرا إذا كانت شديدة تؤدي إلى التجفاف خلال ساعات وقد تؤدي إلى الوفاة. مراكز علاج الكوليرا منتشرة في كل مكان، يعني بس يلجأ لأي طبيب يعطيه العلاج اللازم أو يرشده إلى أقرب مركز علاج لحالات الإسهال. ومراكز اللقاح هتكون متوفرة أيضا في كل مكان ولا هتكون متنقلة ولا كيف؟ حنكون متنقل كما قلت قبل قليل. الفريق سيزور المنازل، سيزور الأسواق والكراجات والمشافي والمدارس والمساجد
لنصل إلى كل شخص في هذه المنطقة المستهدفة. يعني نأمل إنه هذه الحملة إنه تخفف عن أهلنا، لكن يعني أنتم كأطباء ومتابعين الواقع مع يعني وجود مخيمات جديدة والمخيمات القديمة أيضا، يعني الواقع واقع المنطقة يعني برأيكم يعني مستقر؟ في مخاوف؟ نرفع درجة يعني درجة إذا بدك الضوء الأحمر ولا لسه؟ نعم نحن نتوقع الأسوأ، نعمل لنتجنب الأسوأ دائما إن شاء الله. نحن أجانا كمية لقاحات اللي ذكرت الرقم 1,700,000 جرعة، سنعمل على طلب كميات إضافية لنشمل مناطق إضافية أخرى، وربما نعيد الجرعة الثانية. الجرعة الثانية مطلوبة حقيقة، ليس جرعة واحدة، إنما الجرعة الثانية مطلوبة. نتواصل مع الجهات الداعمة والجهات الموردة للقاحات لنجلب دعم ولقاحات إضافية لنعمل مزيد من الحماية إن شاء الله. قديه بيلزم دكتور بعد يعني فوق 1,700,000 جرعة لحتى نضمن إنه تحصين شمال وشمال غرب سوريا تماما من الكوليرا؟ قديه لسه بيلزم لهذه الجهات الطبية؟ هلا نحن المستهدفين هن كل أشخاص فوق السنة، تمام، عددهم ربما يعني يراوح على الـ 4 ملايين شخص. لكن يعني الجهة الموردة للقاحات يعني تعمل على الأدلة والحقائق. إذا كان يعني في خطورة من الكوليرا سيتم تزويدنا، لأنه كمية اللقاحات يعني محسوبة وتخصص الجهات الموبوءة وليس لقاح روتيني.